يا هلا ومرحبا فيك استاذ عماد من جديد، حياك الله. ودنا في البدايه نتعرف على هالنادي صراحه اللي انتج لنا وجمع لنا هالشيء الثمين اللي احنا قاعدين نشوفه. الله يعطيكم العافيه. اول شيء نشكر منصه هاوي على اتاحه الفرصه هذه، جمعتنا وفتحت ابواب لنا. احنا ما كنا نقدر نوصل لبعض كمنقبين وتتسهل لنا الامور قبل بوابه هاوي. اول شيء نشكرهم على المبادره، يستاهلون، ساعدتنا على الخطوات هذه. الشيء الثاني، الاحجار الكريمه هذه يعني يمكن افضل هوايه، مو تعصب لهوايتي لكن انا اعتقد انها افضل هوايه. الهوايه هذه فيها الرياضه، فيها النشاط، وفيها الفائده الماديه، وفيها خدمه الوطن اذا احد حصل اشياء تفيد الوطن، تمام، او اثار او اي شيء يبلغ عنها. فهذه هوايه مميزه من جميع النواحي. جميل. والحمد لله يعني الاقبال عليها يعني ما شاء الله ممتاز، يعني خلال يمكن شهرين او اقل وصلنا اكثر من 80 عضو، وهذا شيء جدا ممتاز، وان شاء الله طموحنا الاكبر من كذا بكثير. طبعا احنا سوينا فعاليات مو بس في الباحه، في مناطق كثير في المملكه، وما شاء الله طلعنا احجار مميزه ونادره جدا. طبعا هذه جهود اكيد حنتطرق لها استاذ عماد، لكن خلينا نتكلم عن لغه الارقام، نتكلم عن القيمه. يعني اغلى حجر لقيتوه او استكشفتوه فعلا كان يعني حجر ابهركم، لا من ناحيه يعني قيمه الحجر الجماليه ولا القيمه الماليه له؟ طيب هذه لسه يعني ما نقدر نحكم الان. احنا لقينا حجر زفير. حجر زفير كان صغير جدا وما هو صافي، وما شاء الله الى الان دفع فيه 37,000. هو صغير جدا يعني لا شيء. خام. اي خام صغير مشوه، يعني ما هو صافي كامل صفاوه كامله. وصل القيمه هذه. طبعا هو حسب لونه، حسب صفاوته، حسب حجمه يكون قيمته. عندنا حجر ثاني الان اوريكم هو. تفضل. عندنا الحجر هذا، ما ادري واضح في الشاشه؟ ايوه. طبعا. هذا الحجر هذا ما زال تحت الاختبار. هذا احتمال احنا نتوقع انه ستريند بايت. ستريند بايت حجر الجيراط الواحد منه 10,000 دولار سعره العالمي. فاحنا لقينا منه بس عفوا ايش اسمه استاذ عماد؟ ستريند بايت، هذا لم يكتشف الى الان بثلاث دول في العالم. معلش تعيد اسمه مره ثانيه، قاعد احاول احفظه. سرندي بايت. تمام، قلت لي كم سعره؟ قلت لي بالدولار. معروف السعر العالمي الجيراط حقه 10,000 دولار. يعني تقريبا فوق ال 30,000. الريال السعودي. 37,000 ونص تقريبا. 37,000. الجيراط يعني زي هذه القطعه. هذه احتمال فيها اكثر من 10 جيراط، اكثر. القطعة الصغيرة هذه يعني تقريبا إيه؟ أكثر من 10. إيه نعم، هذه أكثر من 10 جيرات. 100% أكثر من 10 جيرات. تمام؟ هذا برضو يعتبر إذا ثبت أنه فعلا هو سندي بايت وما زال تحت الاختبار. فهذا برضو من الأحجار الثمينة اللي لقيناها هنا. طيب أستاذ عماد، في ناس كذا محبة للاستكشاف، هي طبيعتها، فما بالك يعني لما يلاقي أحجار ثمينة غير أنها جميلة أصلا. وتعرف يعني أحجار غالية، المقومات اللي لازم تكون في أي مشترك عندكم بالنادي ولازم يتمتع فيها، خصوصا يعني أنها حاجة مو بسهلة، أنت تحتاج أنك تكون عندك ممكن صفات معينة أو مهارات معينة. والله أول شيء يعني قبل الطلوع للتنقيب لازم تطلع مع ناس، ما تطلع لحالك، هذا شيء. والناس هذول يكون عندهم خبرة. أيوة. قبل كده شيء ثاني، يكون عندك استعداد بدني. يعني احيانا يكون تنقيب اماكن صعبه، احيانا السيارات الاماكن ما توصل اي سيارات، فلازم تكون مع فرقه معاها السيارات اللي توصلك المواد العاديه. فاحنا كل هذا الشيء نشتغل، كل الامور هذه نسقها مع اعضاء النادي في جروبات مسوينها حسب الفعاليه، فين تكون، ايش نشاطها، ايش نوع التنقيب اللي بنسويه والاستكشاف، بناء على نشوف ايش الاشياء اللي نحتاجها ونعلمهم ونجهزهم على هذه الامور. طبعا حتى احنا عشان الفريق يكون واضح سوينا له ستر جاهزه تنفع للرحلات وكابات عشان الشمس، وعليها شعار النادي. تمام. طبعا مو اي واحد يقدر على اي مكان، ولا اي مكان يحتاج له يعني لياقه عاليه، بعض الاماكن تكون سهله. يعني زي اخر مره، اخر فعاليه صارت في الباحه، السيارات تجي قريب منها. تمام.
وطلعنا منها هذا الحجر الامازونايت. تمام؟ ما ادري واضح؟ اي واضح. ايه تمام؟ بعض الاحجار بعض المناطق لا صعبه جدا. في بعض المواقع يمكن بالسياره نحتاج ساعات طلوع وطرق وعره جدا، مو اي سياره تطلع. يعني احنا معانا شاصات بعضها ما تقدر تطلع. طيب استاذ عماد، بحكم خبرتكم هل كذا يكون عندكم تخمين او تقييم مبدئي لمناطق معينه ممكن يتواجد فيها احجار قبل الرحله وقبل الاستكشاف وبدء التنقيب؟ في مناطق معينه انتم تقولون ايوه المنطقه هذه وارد يكون فيها؟ اي طبيعي، كل احجار لها بيئه معينه، ما تجي الاحجار لبيئتها ولها حواضن ولها عروق، تنعرف بحسب البيئه هذه كيف شكلها. مو اجي ادور مثلا والله حجر مثلا هذا حجر الجيميس، ما اجي ادور له والله في اي مكان، هذا له اماكن وعروق معينه. عرفت؟ هذا الحجر له اماكن وعروق معينه، هذا حجر جميل جدا ما شاء الله. هذا وش اسم الحجر استاذ عماد؟ هذا كوارتز، بس انه مصبوغ باكاسيد الحديد.